إخبارية متواصلة مشاهدين، أهلا بكم لهذا الموجز الإخباري. إليكم أبرز عناوين الموجز: مقتل رضيع وإصابة 30 نسوة بحروق متفاوتة الخطورة في حريق بمنزل في خريسية بالجزائر العاصمة. بنفليس يعقد لقاء ثانيا مع مدراء حملة الانتخابية تحضيرا لموعد رئاسية 2014. أهلا بكم للتفاصيل. لقي طفل مصرعه في 18 شهرا وأصيب 3 نسوة بحروق متفاوتة الخطورة في حريق مهول داخل منزل في خريسية غرب العاصمة، وإلى حد الساعة لم تعرف الأسباب الحقيقية للحريق. يعقد اليوم علي بن فليس المترشح لرئاسية 2014 لقاء ثاني بعد مدراء الحملة يضم لجان المساندة وللتعرف على الطاقم السياسي المنضم للحملة الانتخابية والتحضير لها. ولتسليط الضوء على هذا الموضوع نربط الاتصال بعثمان لاوش رئيس اللجنة الوطنية لمساندة مرشح رئاسية 2014. أهلا بك سيدي. صباح النور سيدي، حدثنا عن اللقاء الذي يجمع لجان المساندة. هذا اللقاء مبرمج عنده فايت الاسبوع. نعم. لهذا دونك الاستاذ علي بن فليس كان عنده لقاء مع المداومات التابعه للولايات 140 ولايه، واللي راهي منصبه من عند المدير الحمله تاعو السفارات، وكاين اللجنه الوطنيه لنصره الاستاذ علي بن فليس اللي عندها لو ميم ستاتيو كمديريه حمله واحده اخرى، واللي تمشي في السياق الواحد والهدف هو نصرة الأستاذ علي بن فليس. وإحنا كلجنة وطنية أيضا نصبنا لجان الولائية على مستوى الوطن ولحقنا. نعم. في وقيلة 40 ولا 43. نعم سيدي، هل من تفاصيل أكثر حول هذا الاجتماع؟ هذا اللقاء هو تعرف الأستاذ علي بن فليس في البيرسونال بوليتيك تاعو. نعم. اللي راح يدخل في الحملة معه، وثانيا باش نديروا الحصيله وين لحقنا بجمع الاستمارات. نعم. وثانيا ولابد هذ الناس لازم يشوفوا المرشح تاعهم في شخصيه الاستاذ علي بن فليس، اللي المرشح تاعنا اللي يعطي لهم يعني التوجيهات يعني الاساسيه والمفيده اللي راحين نمشيو بها واللي راهي مسطره من عنده هو من ليزيكسبير تاعو. نعم. للسياسيين. نعم سيدي، اين وصلت عمليه جمع التوقيعات لحد الساعه؟ والله مشات ماشي كيما حبينا احنا. علاش نقول لك؟ علاش؟ باسكو كان اشكاليات في بعض المدن، في بعض الولايات وفي بعض البلديات، خلقوا لنا مشاكل في التوقيعات. ما حبوش البلديات لاسباب تقدر تكون موضوعية، تقدر تكون غير موضوعية، وإحنا ما عطينا لهاش أهمية في الحقيقة. ولكن نقدر نقولوا باللي مشات 80% 80% مشات الاستمارات. نعم نعم، شكرا لك سيد عثمان لاوش رئيس اللجنة الوطنية لمساندة مرشح رئاسية علي بن فليس، شكرا جزيلا لك. ربي يعيشك. ربي. السلام عليكم. شكرا. أكد الدكتور الطيب ينون رئيس الجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة إثر استضافته في جرنان على أن دعمه المطلق لترشح رئيس عبد العزيز بوتفليقة نابع من تضحيات الرجل وتفانيه في خدمة الوطن على المستوى الداخلي والخارجي. الناس تقول بلي لو كان يترشح رئيس الجمهورية أنا ننسحب. أنا نقول لو كان ما يترشحش ننسحب. لماذا؟ لأنه يشرفني أنا كمترشح أن أكون منافسا لفخامة رئيس الجمهورية. ما رانيش نمسح، أنا نضرب بالبروسة نو، وأختلف وكملي من اختلافات معه، ولكن أعطي كل ذي حق حقه. هذا الإنسان قدم للعالم وللحركات التحررية في العالم، ومعروف على المستوى الدولي، ومعروف وقدم للوطن. الناس تعتبر باللي عندما يحب يبقى في السلطة الآن تعتبره عيب. أنا نقول مش عيب، هذا افتخار، لأنه دائما تقول أنا سأبقى أدافع عن هذا حتى آخر قطرة من دمي. كما اعتبر طيب ينون أن التغيير الأساسي يكون من القاعدة وبتغيير النشأ وعقليات وليس بتغيير الأشخاص. لأنه التغيير ما يجيش بتنحية شخص من الرئاسة والإتيان بشخص آخر. والله لو تنحي كل الطبقة السياسية الموجودة في القمة اليوم، وتنحي اللي تحتها وتزيد اللي تحتها، وتجيب هذا اللي رامي ينتقدوا اليوم بالعقلية الحالية المادية اللاوطنية،
للبعض، ما نقولش الكل، حتى الله يظلم الناس. جيبها بالعقليه هذه والله يعملون يعملوا الموبقات في هذا الوطن. قدمت فرقة الدرك للجزائر العاصمة بمحكمة باب الوادي أمام المدعي العام مالي في 34 سنة من عمره بتهمة التزوير واستعمال أوراق نقدية مزورة والاحتيال بالاعتماد على تجهيزات خاصة بالتزوير، حيث وضع تحت المراقبة وعلى إثر تقديم شكوى من أحد الضحايا الذي أعطاه علبة معدنية تحوي مبلغا بالعملة الصعبة لشراء قطعة أرض ببسكرة، حيث احتوت العلبة على أوراق نقدية بقيمة 2000 دينار مزورة، ويبقى البحث متواصل على شريكه بالعملية. لا تزال عائلة الشهيد النقيب حمدي كن رمزي تنتظر وصول جثمان ابنها بعد مرور 6 أيام عن وقوع حادثة تحطم طائرة النقل العسكري بأم البواقي، حيث قام بعض الأئمة من مدينة عين البيضاء بمشاركة العائلة الثورية وممثلي المجتمع المدني وفعاليات شبانية بتنظيم قافلة إنسانية لمواساة عائلة شهيد الواجب الوطني وتقديم صادق العزاء في مثل هذه المناسبات الأليمة التي تزيد الشعب الجزائري تضامنا وتواصلا لترسيخ قيم التأخي. تقرير رشيد مقدم. لمواساة عائلة شهيد الواجب الوطني حمدي كن رمزي الذي قضى في حادث تحطم طائرة نقل العسكري، قافلة إنسانية جابت مشت الترمادية الماجن ببلدية ودنيني قادمة من مدينة عين البيضاء بهدف تأكيد استمرار قيم التضامن الوطني بين كل أبناء الشعب الجزائري ومد جسور التواصل مع عائلات ضحايا الكارثة الجوية التي ألمت بالوطن. القافلة التي شاركت فيها العائلة الثورية وبعض أئمة مساجد مدينة عين البيضاء والمجتمع المدني جاءت لمؤازرة عائلة الشهيد حمديكن والقيام بواجب العزاء وسط أجواء إنسانية. جينا إن شاء الله لهذه العائلة الطيبة الكريمة باش نقدموا العزاء نتاعنا للعائلة ونقدموا العزاء للوطن، وبمناسبة حضور قناة النهار المباركة أسأل الله التوفيق لطاقمها جميعا أنهم يبلغوا نيابة عن مسجد العتيق وعين البيضاء، يبلغوا العزاءنا لكل عائلات التي أصيبت في أبنائها في هذا الوطن العزيز الغالي، ونقول لهم إن شاء الله تعالى أنه لا فرق بين إمام وبين ضابط في القوات المسلحة، لا فرق بين إمام وبين جندي، لا فرق بين إمام وبين شرطي، كلنا مسلمون وكنا تحت مظلة هذا الوطن العزيز الغالي، وأسأل الله الحليم الكريم أن يجمعنا إن شاء الله تعالى في جنته وأن يرحم موتانا. وإذا مات شيع جنازته وواسى أهله، ونحن ننتظر تشييع الجنازة نواسي أهل هذا المغفور له. هذا ونشير إلى أن عائلة الشهيد حمدي كن رمزي ببلدية ودنيني ما زالت تنتظر وصول جثمان فقيدها إلى حد إعداد هذا التقرير، حيث ينتظر دفنه بالمنطقة التي ترعرع بين أحضانها. دوليا تعقد محكمة جناية شمال القاهرة صباح اليوم الأحد أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 من قيادات وأعضاء الإخوان المسلمين في قضية التخابر وإفشاء أسرار الدولة لجهات أجنبية كحركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، كما وجهت النيابة العامة للمتهمين الذين يوجد 16 منهم في حالة فرار تهم التخابر مع منظمات ودول أجنبية خارج البلاد بغية ارتكاب أعمال إرهابية وإفشاء أسرار الدفاع لدولة وتنظيمات أجنبية وتمويل الإرهاب والتدريب العسكري لتحقيق أراضي التنظيم الدولي للإخوان وارتكاب أفعال تودي للمساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. بهذا نصل إلى ختام الموجز، إلى اللقاء.